2018 commencement ceremony in the session. أمامكم جبال الأرز وهملايا، فكونوا بقامة هذه الجبال. تذكروا دائما أنكم من بلد الأرز، من لبنان. فخامة الرئيس أمين جميل خبر السياسة وصقلته الأحداث. أنتم خريجو الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا AUST، فكونوا فعلا جيلا معلوماتية. لبنان لنا جميعا، لبنان كلنا، وكلنا للوطن. On behalf of SUNY Empire State College, congratulations, مبروك. بالمثابرة فيكن تحققوا حلمكن وتخدموا مجتمعكن، لأنه أنا أكيدة بطاقتكن الشبابية ومهاراتكن فيكن ترفعوا اسم لبنان بالعالي. Graduates, now you may turn their tassels from right to left.